السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. باتل فيلد 2042، طبعا امبارح الباتل فيلد الحساب الرسمي على تويتر نزل جيم بلاي على الباتل فيلد، وبهالجيم بلاي حنتكلم بهذا المقطع أكثر، وحنشرح لكم أكثر على الشخصيات الأربعة يلي عرضوها خلال الجيم بلاي. الشخصية الأولى اللي حنتكلم عنها يلي هي الويبستر ماكاي. طبعا هي الشخصية هي شخصية كندية من فئة الأسولت، بتكون الخاصية تبعيته الجرابلينج هوك. طبعا الجرابلينج هوك بيساعدك تساوي فلانك للإنيميز، وحتى الميزة تبعيته اللي هي الرشاقة أو السرعة، بتعطيك سرعة بالإيم وسرعة لما تكون أنت على الزيب لاين وتستعمل الزيب لاين. أما الشخصية الثانية اللي عرضوها اللي هي ماريا فالك. طبعا ماريا فالك هي جندية ألمانية من فئة السبورت، والخاصية تبعيتها انه هي بتقدر تساوي لك هيل من بعيد عن طريق المسدس البيستول تبعيتها، والخاصية او السمة تبعيتها انه بتقدر تساوي لك ريفايف بفول هيلث غير الفريق اللي معك او السكواد اللي معك، هي الوحيدة اللي بتقدر تساوي لك ريفايف مع فول هيلث. وطبعا ملاحظة على هاي الشخصية انه دايس او اي اي كانت قايلين انه هاي الشخصية بتقدر تساوي لك ريفايف عن طريق البيستول من بعيد، بس هاي الميزة شالوها لانه عن طريق التيست يلي جربوها اللاعبين شافوا انه هي اوفر باورد وصار فيها شوية مشاكل، بقى هاي الخاصية حيشيلوها من اللعبة حاليا. اما الشخصية الثالثة حتكون شخصية بوريس الروسي. طبعا هو من فئة الانجينير، والخاصية تبعيته يلي هو جهاز السنتري سيستم. سنتري سيستم طبعا هذا السنتري سيستم بتقدر تستعمله تحطه تسوي له ديبلوي، وهو بيصير بيضرب على الاعداء. والسمة تبعيته انك انت اذا كنت واقف جنب السنتري سيستم بصير افكتيف اكتر وبيضرب بسرعة اكتر على الاعداء. والشخصية الاخيرة بهذا المقطع اللي هو شخصية كاسبر القناص. طبعا هو من جندي من ساوث افريكا. الخاصية تبعيته الدرون اللي بيقدر يساوي لك سبوت للعدو من فوق، طبعا بيتحكم بالدرون وبيساوي سبوت. اما السمة تبعيته انه هو في عنده مثل سنسر، لو حدا قرب او تحرك جنبك من العدو بيطلع عندك علامة بالاحمر تحت انه في عندك حدا جاي من وراك عم يساوي لك فلانك مشان يقتلك، مثل ما شايفين بهذا المقطع. وهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه، وانتظرونا بكرة بمقطع جديد عن باتل فيلد موبايل. لا تنسونا بالاشتراك واللايك لو مشتركين، اهلا وسهلا فيكم، وفيكم تنضموا لسيرفر الديسكورد في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ready.